نبلش حلقتنا اليوم؟ شعر. أنا اليوم ناوي أقول مشاعري وحاسيسي للناس. يعني بصراحة اللي بسمع بيقول أنت يعني شاعر المليون. تفضل. أنا كنت شاعر قديم قبل. يلا يلا خلصني. قبل شو عندك؟ دق الحزن بابي دمعي فتح له الباب. بالله عليك في دمعي دق الباب؟ اسأل عاصي الحلاني. سؤالنا بيقول ما هو الشيء الذي تراه ولا يراك؟ أو ما هو الشخص اللي أنت بتشوفه بس هو ما بيشوفك؟ كثير سهلة. كارت. ها؟ الكارت. الشخص الكارت. الكارت. لحظة لحظة عندي. حط الحزام الحزام. والله خلاص والله خلاص ما تحط حزام عادي. مخالف 400 ها؟ الحين بعطيك رقم سيارة أنا بقاوي. ما هو الشيء الذي له أسنان لكنه لا يعض؟ الفم الفم. الفم؟ لا. المشط 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 والله المشط. المشط صح. تسكت عني بوش عراسك. هذه مقدمة من المجمع.